السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم عصائر منعشة وطبيعية وصحية، واللي بغى المقادير وطريقة التحضير يتابع الفيديو إلى الآخر، وما تنسوش لايك سبسكرايب بارتاجي و كومونتي. فيلا معايا ودابا ندوزو للمقادير ديال العصير. الأول هنحتاجو مونغ مقطع، ونحتاجو نص كاس معمر ديال الحامض المطحون، ونحتاجو شوية الماء. وبالنسبة للمونغ اللي عندي أنا حلو، وفي الأصل ديال هذا العصير هنحتاجو معلقة كبيرة ديال العسل. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. أول حاجة نبدأ بها هي المونغ. ندير الماء، ودابا ندوزو للمقادير ديال العصير الثاني. هنحتاجو تفاحة مقطعة، وهنحتاجو ليمون مقطع، وهنحتاجو جوج كوزات مقطعين، وهنحتاجو نص كاس ديال الحامض المطحون، وهنحتاجو الماء بارد. ودابا ندوزو لطريقة التحضير ديال العصير الثاني. اول حاجه نبدا بها هي التفاح. وندير ليمون حتى، وندير الحامض، والكوس، وبعد ما طحنت العصائر ديالي هذه النتيجة اللي حصلت عليها. تيجو منعشين فهاد الصيد وطبيعيين ولذاذين. وما تنسوش تعجبكم هذا الفيديو، تضغطوا على زر لايك سبسكرايب بارتاجي و كومونتي. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.